من القاهرة والناس نشرتنا إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس مصر تضع الشباب على رأس أولوياتها. عمدة لندن يحذر الرئيس الأمريكي من زيارة بريطانيا. وموظفو السفارة الأمريكية يحتجون على قرار ترامب. سحر نصر ومحمد صلاح بقائمة الأكثر تأثيرا في إفريقيا. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تضع الشباب على رأس أولوياتها، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة رواد الأعمال بإفريقيا على هامش منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قائلا: لقد أغفلنا دور الشباب لسنوات، لكننا نستدعيه وندعمه الآن، فشباب هو الأمل والطموح والقدرة والنقاء، مشددا على أن شباب إفريقيا هم مستقبل هذه القارة وميزاتها التنافسية ومصدر ثروتها الحقيقي وأملها في غد أفضل، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي، معربا عن ثقته في قدرات شبابنا وإمكاناتهم الواعدة، مشددا على بذل أقصى الجهد لدعم ومساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والمستثمرين الشباب. وعلى الصعيد العربي، أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر كانت إحدى الدول الداعية لانعقاد جلسة طارئة بمجلس الأمن، وسوف تستغل هذا الزخم الدولي للتأكيد مجددا على الموقف المصري والعربي الرافض للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية للقدس. كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد رفض مصر التام لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مشددا على مخالفة هذا القرار لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالوضع القانوني لمدينة القدس، فضلا عن تجاهله للمكانة الخاصة التي تمثلها مدينة القدس في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، محذرا من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط. هذا وتوالت ردود الفعل العالمية الرافضة للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وطلب عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن زيارته إلى المملكة المتحدة، قائلا أن ترامب لا يفهم مقدار الإهانة التي وجهها للعالم العربي، مؤكدا رفض بلاده والعديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا الخطوة الأمريكية بشأن القدس. كانت موسكو قد أعلنت اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فيما عبرت الخارجية الروسية عن القلق البالغ إزاء موقف ترامب بشأن القدس، مضيفة أن الموقف الأمريكي الجديد يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. على جانب آخر، قالت صحيفة واشنطن بوست أن موظفي السفارة الأمريكية يحتجون على قرار ترامب، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية شكلت فريق عمل على مدار 24 ساعة لجمع المعلومات وتنسيق الاستجابة لخطاب ترامب الذي تسبب في احتجاجات بعدد من السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج. وذكرت الصحيفة الأمريكية قريبة الصلة بدوائر صنع القرار أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم يكن يريد من ترامب تقديم إعلانه عن القدس، لكنه ما زال يتعين عليه التعامل مع العواقب. والغضب يتصاعد في الأراضي المحتلة، حيث خرجت المسيرات الاحتجاجية في أرجاء الضفة والقدس، ونظم الشبان المقدسيون وقفات على بوابات الأقصى مرددين الشعارات المناهضة للاحتلال ومؤكدين على عروبة القدس. كما أحرق المتظاهرون العلم الأمريكي وصور ترامب في العديد من المدن الفلسطينية، فيما أعلنت قوات العاصفة والأجنحة العسكرية لحركة فتح النفير العام والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، دهست شاحنة إسرائيلية عدد كبير من سيارات الفلسطينيين في شوارع مدينة بيت جالا ولاذت بالفرار. وقالت الشرطة الفلسطينية أن الشاحنة دهست عددا من الفلسطينيين في أماكن مختلفة في مدينة بيت جالا القريبة من بيت لحم جنوب الضفة الغربية. سحر نصر ومحمد صلاح مجالان متباعدان لكن جمع بينهما التميز والتأثير القوي، حيث اختارت نيو أفريكان ماجازين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في إفريقيا هذا العام. وضمت القائمة وجوه جديدة من عالم المال والرياضة ونجوم الفن، وانضمت سحر نصر إلى فئة المال والأعمال بالقائمة التي كان على رأسها رجل الأعمال النيجيري إلكو دانجوت.
فيما حل صلاح ثانيا بفئة الرياضة بالقائمة بعد الملاكم النيجيري البريطاني أنتوني جاشوا. نهاية النشر، إلى اللقاء.